السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو، ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. نقدم لكم أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 14 يونيو 2020. تابع معنا الفيديو للنهاية. سعر الدولار في بنك البركة وبنك كريدي أجريكول 16 جنيه و14 قرش. سعر الدولار في بنك عودة والبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران للتنمية والبنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي 16 جنيه و13 قرش. سعر الدولار في بنك الأهلي اليوناني بمصر 16 جنيه و12 قرش. سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد 16 جنيه و11 قرش. سعر الدولار في البنك المركزي المصري 16 جنيه و10 قروش. سعر الدولار في السوق السوداء 17 جنيه و20 قرش للشراء و17 جنيه و30 قرش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات الأجنبية والعربية، سعر اليورو 18 جنيه و16 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 20 جنيه و21 قرش، سعر الدينار الكويتي 50 جنيه و72 قرش، سعر الريال السعودي 4 جنيه و20 قرش، سعر الدينار الأردني 22 جنيه و50 قرش، سعر الريال القطري 4 جنيه و22 قرش، سعر الريال العماني 41 جنيه و41 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيه و36 قرش. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.